بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصلت إلينا اليوم 27/10 ربيع الفيوم الدفعة رقم 22 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 2 طن، ليكون إجمالي ما وصل إلينا في الفيوم حتى تاريخي 74 طنا من اللحوم. اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر أكتوبر 2021 وصل إلى مدينة أطناف الجيزة عدد 4 طن أطنان من لحوم صكوك الأضاحي، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مدينة أطناف الجيزة من لحوم صكوك الأضاحي 78 طنا. اليوم الأربعاء 27/10/2021 من لحوم صكوك الأضاحي ونقض 4 طن، ليصبح إجمالي ما وصل إليه حتى تاريخه 66 طن. استقبال علي القدير ان جعلنا هذا العمل خالصا لوجه الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.